المسيح قام. المسيح قام. المسيح قام. فلنسجد لقيامته المقدسة ذات ثلاثة الأيام. المسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. أولا أيها الأحباء، أتوجه إليكم جميعا وإلى كل أبنائنا اللي عم يتابعونا عبر شاشة تليلوميير بالمعايدة الفصحية القلبية والدعاء في هذا الفصح المجيد بالمسيح قام. حقا قام. وإن شاء الله قيامة الرب كما نرجوها أن تكون قيامة لنا، قيامة لنا جميعا، قيامة لكل واحد منا، قيامة لكنيستنا، قيامة لكنائسنا، قيامة لبلدنا، قيامة للبنان، قيامة لسوريا، قيامة لكل المنطقة، قيامة لكل العالم. المسيح أتى إلينا لأنه أحبنا وتأنس وصار إنسانا مثلنا وهو الإله، وفي النهاية احتمل ما احتمل ورفع على صليب، ولكنه داس الموت من على الصليب وقام من بين الأموات، ليس لأنه هو بحاجة لهذا، هو أتى إلينا لأنه أحبنا واحتمل ما احتمل وعاش بيننا، ومن ثم اقتبل ما اقتبل من ألام وقام من بين الأموات ليقيمنا، ليقيمنا نحن ويعيدنا إلى أحضان الآب السماوي. فتح لنا الطريق من جديد بعد أن أقلقناه بخطيئتنا وابتعدنا عن الله، فتح لنا من جديد الطريق إلى ملكوت السماوات، طريق القيامة، وأن نكون أبناء القيامة، أبناء الحياة وليس أبناء الموت والظلمة والظلام. ولكن ترك لنا الحرية لكل إنسان، فهو يستطيع أن يسلك هذا الطريق أو أن لا يسلك هذا الطريق. نحن نصلي للأجل الجميع لكي نتفهم المعنى الصحيح والقويم لهذه القيامة، وأننا مدعوون في يوم القيامة وعندما نرتل المسيح قام لكي نقوم نحن معه، وألا يكون القائم من بين الأموات هو مدفون في قلوبنا بل قائما في قلوبنا. وهذا دورنا نحن البشر. اليوم أحدتما لحد الأول بعد الفصح، الإنجيل اللي سمعناه اليوم يتكلم عن الحادثة، حادثة توما، عندما ظهر الرب يسوع للتلاميذ وهم مجتمعون بيقولوا الأبواب مغلقة خوفا من اليهود، وظهر لهم وقال لهم السلام لكم، وبعد أن قال لهم السلام لكم أراهم يديه وجنبه ليتأكدوا أنه هو يسوع الذي قام، ليشوفوا أثر المسامير في يديه، ليشوفوا طعنة الحربة في جنبه، يتأكدوا أنه هو. وبيقول ففرح التلاميذ حين أبصروا الرب. ثم يتابع الحادثة التي بكاملها، وعندما تكلم مع توما وقال له تعال يا توما ولا تكون غير مؤمنا بل مؤمنا، وصرخ ربي وإلهي إلى آخره. اليوم أريد أيها الأحباء ونحن في هذا الأحد الكريم، أحد توما المبارك، أن أتوقف على المقطع الأول الذي تلي في الإنجيل، إنجيل توما، والذي يقول هالخمس سطور، يقول كان الرسل مجتمعين خوفا من اليهود والأبواب مغلقة، فجاء يسوع فجأة، ما شافوا إلا صار بيناتهم، ووقف في الوسط وقال لهم السلام لكم، أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ حين أبصروا الرب. بدي أوقف على هالمقطع هذا فقط. كانوا التلاميذ مجتمعين مع بعضهم البعض، وبدي أوقف على هذا الأمر.
بعد أن قام الرب يسوع من بين الأموات والتلاميذ وهو على الصليب تفرطع يمينا ويسارا، وبعد أن قام الرب يسوع من بين الأموات وأخذ يظهر للتلاميذ واحد ورا الثاني وللنسوة حاملات الطيب، وبلش كل واحد يقول قام الرب قام الرب، ظهر لتلميذي عمواس على الطريق مثلا وظل يتمشى معهم حتى المساء وهن ما عرفوا، وهو عم يحدثهم عن الكتب وأنه في واحد اسمه يسوع الناصري هذا سمعته فيه أو ما سمعته فيه، وعند كسر الخبز عرفاه فاختفى عنهما، فركضوا لحتى يخبروا الرسل أنه الرب قد قام ونحن التقينا معه وتمشى معنا بالطريق. فصار في بالنسبة للرسل هذه البلبلة، التشويش، الخوف، الارتباك، شو صاير؟ قام الرب، لم يقم الرب، هذا بيقول قام الرب، هذا بيخبر، خايفين بالوقت نفسه اليهود شو ممكن يعملوا فيهم بعد ما قضوا على معلمهم، شو ممكن يعملوا فيهم؟ فاجتمعوا، ما بقي كل واحد هيك لحاله وكل واحد مستقل وكل واحد منعزل لحاله، وهو بيفكر لحاله وبيشوف شو بيعمل لحاله والتاني شو بيعمل لحاله. اجتمعوا مع بعضهم البعض، وهذا فينا نوقف عليه كتير ونتعلم منه الكتير، ونقول رسالة الأحد اليوم لإلنا جميعا من الرسل القديسين أن نتعلم أن من الخلاص والقوة بالنسبة إلينا هو عندما تضطرب قلوبنا وعندما نواجه تحديات، صعوبات، اضطرابات إلى ما هنالك، أن نجتمع، أن نتحد، ألا نتفرق. وعندما اجتمع الرسل صاروا يتشاوروا مع بعضهم ويخبروا بعضهم، كل واحد يقول شو عنده، وهذا يسمع الأول والأول يسمع الثاني حتى يكونوا كلهم متقوايين ببعضهم البعض، حتى يوحدوا موقفهم ويشوفوا شو بدهم يعملوا ويتأكدوا من الموضوع شو صاير، ويكونوا واحد ويواجهوا هالارتباكات اللي هن عم يواجهوها والخوف من اليهود. وهذا خلينا نعكسه على حياتنا اليوم، بينطبق علينا كلنا كل يوم، على الفرد وعلى المجموعات وعلى المجتمعات وعلى الدول، هذا بينطبق علينا. كل واحد منا بحياته الخاصة، في بيته، في عمله، بيواجه صعوبات، أحيانا معينة بيكون بأجواء من الخوف والارتباك، بعمله بيمرق بظروف صعبة، بيكون عنده محل بيخاف، بيواجه ظروف صعبة، يمكن ينكسر، يمكن عم يربح، يمكن ما عم يربح، بيقلق، ما بينام الليل إلى ما هنالك. في العيلة، الرجل مع زوجته، البي مع أولاده، الأم مع أبنائه، بيواجهوا قصص وحكايات كتيرة في هالعالم اللي نحن عم نعيش فيه، حيث كثرت كثيرا ممارسة عادات وعادات غريبة ولا تليق، والتي تسيء إلى الإنسان وتدمر أحيان حياته. بتتابعوا بتعرفوا، وللأسف صار حتى في بلادنا في ممارسات من هذا النوع، مثلا المخدرات، صار في أشخاص وللأسف من الشباب اللي عم يمارسوا المخدرات ويتعاطوا فيها، عبادات الشيطان، فينا نعدد الكثير والكثير. أمام كل هذا الواقع، أمام كل هذه التحديات والظروف، البي يمكن يكون قلق على ابنه لأنه يمكن وضعه مدري كيف، فموضوع التربية وحفظ نفسك وسط هذا العالم المضطرب أخلاقيا وأمنيا ومن كل النواحي، أنت تضطرب، تخاف، تقلق، بتفكر شو بدك تعمل، تمرق بظروف صعبة إلى ما هنالك. أيضا المجتمعات، بلادنا، الدول، بلبنان، بما يجري في سوريا، في المنطقة كلها، في كل أنحاء العالم، اضطرابات وقلاقل وخوف من القتل والإرهاب والتدمير، شو صار أول امبارح بسوريا وإلى ما هنالك، هذه كلها بتجعل يصير مثل ما كانوا الرسل مضطربين، متشوشين، خايفين، ولكنهم أمام هذا
راحوا اجتمعوا مع بعضهم البعض ولم يتفرقوا. هي دعوة اليوم من الرسل، كما فعل الرسل لنا جميعا، كأوطانا، كبلادا، كلبنانيين، كسوريين، كأولاد المنطقة جميعا، كأفراد، كمسيحيين، أن نتذكر أن مواجهة الصعوبات التي تواجهنا، مواجهة هذه الصعوبات تكمن في لقيا الآخر، في الحوار، في اللقاء، في الاجتماع، وليس في الانعزال، وليس في الاستقلالية، وليس في تباعد الواحد عن الآخرين، وكل واحد بيقول أنا بعمل اللي بدي وأنا بشوف اللي بدي، فالكل بيضعفوا والكل بيموتوا لأنه كل واحد عم يعمل اللي بده. الدعوة اليوم يا أحبة لنا جميعا، وأتوجه بها إلى كل أبنائنا حتى المسيحيين والأرثوذكسيين بشكل خاص، أن نعي وندرك أن حتى قضايانا الكنسية أيضا تحل وتواجه باللقاء، بالأخوة، بالمحبة، بالاجتماع، بالتفاهم، بالتوافق، ليس بالتباعد والانفصال والتقاتل والخصامات. هذه دعوة موجهة لنا اليوم جميعا، هذه الطريقة، خريطة طريقة حياة إذا بدكم يا أحبة. من جاء خلاص للعالم، للعالم بأسره، وللدول وللمجتمعات وللأشخاص وللعائلات وللجميع. ما فيني ما أمرق قبل ما أنهي على ما حدث أول البارحة في سوريا. للأسف ليس بالطبع، نحن هذا بنعرفه من عدل على هذه الأرض للأسف، والكيل بمكيالين، والتعاطي مع قضايا معينة من الواحد بزين بميزانين، وإلى ما هنالك نأسف له، ونتمنى نحن من الدول ومن أصحاب القرار في العالم أن يحكموا ويسوسوا العالم بالحق، وأن يساعدوا على إحلال السلام، لا أن يؤججوا الحروب. ولذلك نحن ندين وبقوة ما تم أول امبارح، ونحن البطاركة الثلاثة البطركيين، البطاركة الموجودين في دمشق، بطريرك الروم الكاثوليك سيدنا يوسف عبسي، والبطريرك السريان سيدنا أفرام معي أنا، أصدرنا مبارحة بيان مشترك بهذا الشأن الذي يدين ما تم، ومن ناحية أخرى يناشد العالم أن أعطونا السلام، أن أعطونا السلام. أيضا ونحن على أبواب الانتخابات النيابية القادمة علينا، ما أريد أن أقول كلمة بسيطة وهي التالية: نحن نحب لبنان، نحن نحب لبنان ونحب اللبنانيين، نحبكم جميعا، ولذلك صلاتنا وأدعيتنا تتكثف خاصة في هذه الفترة، في هذا الشهر، أن يفتح الجميع، الشعب والمرشحون والجميع، قلوبهم إلى السماء، ويستمطر من هناك رحمات الله، وأن تنجم هذه الانتخابات أشخاصا بالفعل يكونوا كفء لإدارة هذا البلد الطيب لبنان، ومن أجل إحقاق الحق فيه، ومن أجل رفاهة شعبه، ومن أجل هذا الشعب اللبناني يأكل لقمة خبزه بكل كرامة وبكل حقيقة. فصلاتنا إلى الجميع أن يقوينا الرب، أن نقوم بما يملي علينا كل إنسان ضميره ووجدانه من أجل خير لبنان. أنا أشكر الرب أنه تواجدت معكم اليوم بعد الفصح المجيد في هذا الدير الشريف، دير مار الياس العزيز على قلوبنا جميعا، واللي مثل محجة في هذه المنطقة وعلى صعيد لبنان وأوسع من لبنان. وبدعي لرئيس الدير سيدنا كوستا والآباء أيضا معكم، ندعي لهم بالقوة والصحة الدائمة لعمران هذا الدير والشهادة للرب يسوع. الرب يحميكم، كل عام وأنتم بخير. المسيح